فك كربة مبادرة إنسانية تعانق عنان السماء لأنك تستحق فرصة أخرى. هذه الرسالة الإنسانية التي حملتها مبادرة فك كربة وهي تطوف أرجاء عمان منذ انطلاقها، رسالة إنسانية عظيمة لامست كل الضمائر الحية وأشعرت إنسانيتنا مدى حاجة الإنسان لأخيه الإنسان في أوقات تشتد فيها الأيام وتسوء فيها الأحوال وتحاصرنا فيها الأزمات. مبادرة قدر لها أن تكون ذلك النور والأمل الذي سيضيء الطريق نحو حياة تستحق فرصة أخرى وعالما أجمل. فك كربة، تلك المبادرة التي حلم وحمل لواء إنسانيتها وآمالها نخبة من المحامين العمانيين المخلصين، مستشعرين ذلك الواجب الذي يمليه عليهم ضميرهم المهني والأخلاقي في فك كربة. أولئك الذين قبعوا في السجون وصدرت بحقهم أحكام قضائية بسبب التزامات ومطالبات مالية في دعاوى مدنية وشرعية وتجارية وعمالية. سرعان ما كبرت أحلام هذه المبادرة وتحولت إلى مشهد وطني يجسد أبهى صور التكافل والتلاحم الوطني تتصدره جمعية المحامين العمانية. الجميع هنا أفراد ومؤسسات يوقنون أهمية هذه المبادرة وحجم الفرحة التي سترسمه على شفاه الأسر المستفيدة منها. هنالك الأم والزوجة والأبناء في انتظار عزيز عليهم سيأتي ليقضي فرحة العيد معهم بعد طول غياب. وها هي الأرقام التي تسجلها مبادرة فك كربة مع كل نسخة تنبئ بأن القادم سيكون أجمل، حيث وصل إجمالي المفرج عنهم منذ انطلاقها في 2012 ما يقارب من 7100 حالة، كما سجلت هذه النسخة من المبادرة الإفراج عن أكثر من 1200 حالة مستحقة. مبادرة فك كربة حق لها أن تلامس في طموحاتها عنان السماء ما دامت رسالتها السامية النبيلة تنبض بالخير والرحمة والإنسانية.